مزدم الفقير قال لي من كتل منا ملف ما كتل منا ملف دير يقول لكم هايا مزدم الفقير ده هو اللي قاعد بيقتل ملف البنات ذات ودير يجيب له دليل انه يوري الناس انه النبي عليه الصلاه والسلام قاعد يقتل ملف البنات مزدم الفقير ده هو اكبر واحد قاعد يقتل ملف البنات والان مزدم الفقير الدور الفات هنا ارتد رده قال شنو ان الفقه الاسلامي كله فقه وسخ البليد ده قال كده والان ده الرجل ده الهنا بكفير ده بيقول الناس ما بيعرفوا لغه في المناظره كان قال الناس ما بيعرفوا اللغه فمثل ما يعلم به يعلم يا شيخ اتكلم كويس انت ما بتعرف اما جلب منفعه قال اما ما جلب منفعه والحديث الرجل هو اسمه مازن الحديث انه في بيان تلبيس الجهميه الجزء الثالث صفحه 243 كما في الحديث ولقد بلغنا ان الملائكه حين ما حمل العرش فوقه الجبار فاستقلوا به بقدره وعطف رؤيته ولولا ذلك ما استقل بالعرش ولا الحمله فجثوا على ركبهم انه الرجل ده قال بيجيب انه يستدل قال ابن تيميه رد له بعد اربع صفحات تعال قولوا من الدور الفات انت ما تكوري يا بليد ديل الناس بيقول للناس كذابين ديل اكبر ناس كذابين هاتي دير نسمع الزول ده كذاب كيف عينه قال قاعد يقول كيف يا هو قاعد خلي دقيقه ما قاعد يراجع ما قال قاعد ما تقول كوي ما تقول خليه اسمع حافظ الله قاعد تيد ممكن يبقى 10 ساعات علي يا شيخ دقيقة ما خليه قاعد تي نسي قاعد راجع ما فهم أقوله هو قبل ما يقولك لي خليه قاعد راجع دقيقة تفتري عبد في الكود ده خليه يقرأ ده تقرأ الليل والله قد ولا يجيب كيس بكيف دافتة يا دافتة يا قوم خلاص يا هو دقيقة خلوه ذاته بيقرا ده خلاص يا هو قاعد يقرا قاعد يقرا خلاص معلش الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد الإخوة الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الناس ان شاء الله مجوط المسائل دي بنرد عليها والجنة ده المزه الاخيره انتوا فاهمين شيء يا جماعه ما فاهمين شيء شيب شخشخ زي الزول اللف له حاجه وعنده مزاج بشغل شريط فاضي زي ما في شيء فاهمين شيء تو انا غايته فهمت في البدايه بس قال وكر ادبك الضب نشغل التسجيل شغل التسجيل وكر قال في التسجيل جيب دليل دي مش فهمتوها عايز ذاك يضب قال تعالى قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين الباقي جيبوا بعدين قبيل الولد ده قال الخنجر معلومه اهتدى والخنجر نحن كايسين له جيبوا حي ميت جيبوا بس تجيبوا الخنجر بعدين الناس لخبته ثقيله جدا طيب قال مزم الفقير اسمعوا الكلام ده كويس يا جماعه طيب بعدين نبز اخانا الفاضل مزمي الفقيري بنبزين الرجل ده ذكروا بحاجتين وان كان الاول ده ما نبز دي محمد بالمناسبه والثانيه بناء نبز وكذب ساي وانا بجيب لك الكلام بالوثائق قال
مزمي الفقيري بنبز في الجماعة. بنبز ليه؟ عشان قال لك ده سجمان وده رمضان وده كذي وده كذي وده كذي، ولا يتكلم في أهل الباطل وأهل الضلال؟ أو شي ديل بالعموم رب العزة والجلال قال في القرآن: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل شنو سبيلا. رب العزة والجلال يتكلم في بعض الناس. وقال تعالى في القرآن: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل شنو الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى في القرآن: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل شنو الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بعدين الألفاظ البرعي قاعد يستخدمها، ده مش كتابه، ده مش البرعي، أي شتاي ما تجده يقول لك غيرت الموضوع وخرجت من الموضوع وبتنبزوا بجيب لك السجمان. من كلام البرعي ده براو قال كذي، وده البرعي والذي ما ياهو ده ياهو ذاته. طيب بعدين الطبعة دي الطبعة الثانية 2003 والبرعي مات 2005، يعني حي ما في طريقة، الشغلة دي كاتمة شديد ما في أي طريقة. بعدين شوف الحاصل، قال سجمان عديل البرعي وجاب له حديث جديد كرت، ده برعي القوم، ده قبل قال الكتب والكتب، جاب حديث عديل البرعي جديد ولا بتلقاه. ذاك يا سفا لما قال لي البخاري ومسلم، في واحد بيجاي قال يكون في الترمذي، اها شوف ده بتلقاه في الترمذي، والله لخبطه ثقيله خلاص، والله شغله عجيبه ذاته يعني لخبطه. طيب دي قصيده يا نفسي امرحي ولا امرحي ولا شنو امرحي. طيب مشى مشى مشى، قال عن الولي التابع، الولي الصغير اللي هو الدرويش تابع للولي الكبير، قال: لا يضل لا يسلب لا يرى مكروه كمان، في رعاية الله وقايته ليه أمان، والمنكر السجمان باء بالأسف ندمان. صفحة 39. المنكر شنو السجمان؟ ضربوا رأي القوم، انت رأيك شنو؟ دي مسألة. امشي قدام، جاب حديث عديل، قال دي كرامة لأحمد طيب البشير، قال فيها البيت رقم 8، قال: صح ومتواتر عن الأب والجد منها رؤياه للمصطفى أحمد جهرا عيانا قولا صحيح بأكد كاتبة كذي. جاء شرح البرعي قال: جاء في الأزاهير نقلا عما ذكره سيدي الشيخ صديق ابن عمر خان العمري السماني في كتابه المسمى النفحات السمانية، ونصه: قد دخل الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه الخلوة وهو ببلاد الريف مصر، فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. رسول دخل عليه وين؟ في مصر، ما في مكة ولا المدينة ولا الطائف، في مصر. قال: فوقف الشيخ على قدميه قابضا يديه على صدره متأدبا له صلى الله عليه وسلم ثم قال، ده حديث عديل، تقول كذاب ده كذاب، كذب على الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، وقد قال: علي متعمدا فليتبوأ مقعده شنو من النار. قال ثم قال: اللهم صل على سيدنا محمد لا هوت الوصال وعين الكمال. ده بخاطف منه بيصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فالتكن عند ذلك لسانه من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه الكلام الجاي ده حديث ولا ما حديث؟ لو قال له: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل ومشهد الأسرار ومنبع الأنوار. فعند ذلك فتح الله عليه ببقيتها وجاءت صيغة من أحسن الصيغ لكلامه. ده أو وجاءت صيغة من أحسن الصيغ لكلامه، إذا كانت الصيغة هي الفاعل، لكن وجاءت صيغة من أحسن الصيغ لكلامه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام:
تم لأحمد الطيب البشير صلاة، قال له ومشهد الأسرار ومنبع الأنوار. نحن دارنا عارفة دي فيها كتاب من كتب السنة، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشى مشى، ودي كرامات جابها هنا من صفحة 40 ل 44. قال جاء في الأزاهير ومن عجائب إرشاداته وغرائب فيوضاته ما حدثني به الشيخ سعيد المسلمي، قال سمعت سيدي الشيخ قدس سره يقول بأن أبا بكر ولد أبي القاسم الضواب الجماعابي كان أخذ علينا الطريق وأقبلناه على الله تعالى، فمات قبل أن يفتح عليه، فما زلت أرقيه في قبره، برقيه جوا في القبر. قال فما زلت أرقيه في قبره، والآن من وقت وفاته قد بلغ 16 عاما، قد أدخلته في هذا العام القضبانية، فمن زار قبره 7 جمع لم تأكله النار. الكلام ده دين يدال لله تعالى به، تزور قبر الشيخ 7 جمع قال لك لم تأكله شنو؟ النار. وبرقي جوا في القبر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الإنسان، وفي لفظ ابن آدم لكن في صحيح مسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ده الصوفية تصف الناس الدعاة إلى التوحيد والسنة بالكذب. انت شوف الكذب الصريح هنا، أنا جايك لباقي الكلام. وقال كذب الثانية، قال وقال مزمل كتل ملاف بالبنات، أنا ما عارف أديات بنات، ده متزوج 4، ده ثاني كان لقينا دار يتزوج بنفتح في بلاغ، خلي بدعة دي لكتل بها ملف وياتو ملف ذاته، وده ساكن له في محل ما فيها ملف ذاته، أنا عارفه مشيت بغادي ما فيها ملف ذاته، بتشوف من بعيد هناك ولا في مواصلات، والله يعينه. طيب والله ان هذا البنجروه لك وقتي طوالي. كتل ملف قال بالبنات، يا تو بنات يا ولد ده متزوج 4، خلي التفصيل خذ بالاجمال. طيب عقبال الباقين اجمعين وجميع المتحدثين. طيب بعدين ايوه السامعين ايوه. طيب قال عن الشيخ يحضر مريد في النزع والقبر للحجة يلقن بأحسن التعبير، وليه يؤانس في الوحدة والشبير، في جنات الخلد شاهد مولاه الكبير. الشيخ في النزع بيجيك، في القبر جوا بيجيك، في جنات الخلد بتلاقيه هناك. الكلام ده دليله شنو؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماشى ماشى، قال الشيخ بتقلب ل40 عديل كده. طيب البيت رقم 10، قال في مصر تجزأ للأربعين أحد، ده أحمد طيب البشير بمدح فيه البرعي. بعدين هنا شرحه، قال البيت رقم 10، هنا 10، قال جاء في الأزاهير أن رجلا من أهل بلاد الريف يقال له علي الصعيدي، قال لما دخل سيدي الشيخ رضي الله عنه بلادنا وافق دخوله شهر رمضان، فطلبه في يوم واحد نحو 40 رجلا من تلامذته للإفطار عندهم، وذلك من غير علم أحد منهم بطلب الآخر. فلما غربت شمس ذلك اليوم وآن وقت الإفطار، تطور الشيخ على عدد تلامذته المذكورين وحضر عند كل واحد منهم. في مصر تجزأ للأربعين أحد، من واحد الشيخ بقى كم؟ 40. الكلام ده يا جماعة بجوز في شرع الله تعالى ولا في خبر جاء في كتاب الله؟ يا أخي الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صحابة ما تقلبوا 40 40، جاءت ملائكة من شنو؟ من فوق. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ملائكة جاءت من فوق تقول لي يا أخي الشيخ انقلب ل40 ومشى ضرب 40 عصيدة ولا 40 كباية، ما معروف. في النهاية ده كلام الصوفية، ده لك ذب خلق الله سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله غيره. ونحن عداوتنا ما مع الصوفية براون، الصوفية ديل ما تراهون ناس عارفة ضلال. هسي لو زول وقف في الجامع قال يا جماعة السلام عليكم، وعليكم السلام، ونحن طبعا
في هذه اللجان في هذه المساجد قررنا انه ننظف الشوارع، وحقيقه ثم انه في المرحله القادمه ينبغي للكل ان يتطوروا وان ينبثقوا من هذه الاطر التي تمت خماسيه. ده بكون شنو؟ ما بكون اخو مسلم معروف، انا سميته انتوا بتعرفوه، ما دي شغلتهم. لو واحد تاني وقف قال ونحن جدنا حرر البلاد دي، كرري تحدث عن رجال كالاسود الضاريه خاضوا، مش ياهو؟ طيب واحد ثالث وقف قال يا جماعه الناس تخرج ونحن جايين من باكستان ومن الهند وعندنا مسجد بلال هنا في جبره مش بلاغاتيه. واحد رابع وقف قال يا جماعه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ان شاء الله الخميس عندنا حوليه وفي فته مردومه والروز ما قادر اقوم وكذا ان شاء الله في توم برضه. ديل شنو؟ ديل مش دراويش؟ الطلبه عارفين الحاصل ده. لو واحد واقف ثاني وقف واحد وعنده علامه جوده وماركه اذا صح التعبير، وبعدين قال يا جماعه الناس توحد الله، ما تنادي الشيوخ، الناس تتبع الرسول عليه الصلاه والسلام، والناس ما تبقى في اي جماعه، لا انصار سنه، لا صوفيه، لا اخوان مسلمين، ولا سروريه، ولا تكفيريين، ولا اي جماعه، كتاب وسنه بفهم السلف، ده بكون شنو؟ مش سلفي؟ الدعوه دي ما واضحه؟ فنحن شغلتنا ما معاك انت براك يا صوفي، انت صاح العدو اللدود حتى تتوب وترجع الى الله سبحانه وتعالى. بعدين خنجوري العاجبك ده اللي بيدرس بي جاي هنا، خنجوري ده وشالوه، شكرا لهذه الجامعه، شالوه جابونا نحن، بدل العجله واحد فوق واحد تحت، موضوع واضح جدا، والله من فضل الله سبحانه وتعالى. ما الله قال كذي، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، ما نحن الا برانا، قد نكون منهم، ولكن في النهايه الارض بيمسكوها ناس موحدين ومتبعين للرسول عليه الصلاه والسلام، وهم على المنهج القويم. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ده بقول غير الله بنزل مطر، عديل بيجيب مطر كذي كر، ودي ما عقيدة الخنجر براو. الختمية ذات جابوا كرامة لواحد اسمه عبد الله العيدروس هناك في كتاب فيوض البحور المتلاطمة، وتقرأ كتبنا النور البراق تلقى الكرامة دي، والله الذي لا إله غيره. قال من كراماتي أنه دخل عدن في اليمن فقال: يا سماء أمطري لبنا فإني في عدن، أمطري لبن أنا في عدن. قال فأمطرت لبنا، كر جابته لبن، عديل سماء، والله الذي لا إله غيره. ورب العزة والجلال يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فالصوفية على ضلال، يدعون الناس إلى أن غير الله يعلم الغيب ويستغاث بغير الله، وتعلق الحجبات وتنادي الشيوخ وتمشي الجباب وتتبرك بالأتربة، وعقائد منحرفة، حوليات ودراويش وبلاوي ثقيلة ما أنزل الله بها من سلطان. جماعة تانية بيجاي، جماعة الإخوان المسلمين، ديل من قادتنا الكبار، داق عديل حسن البنا قاعدة مشهورة ومنسوبة له، فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. شغل مخالفة للآية: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تمش 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 تلقى سيد قطب ده لا خلى عثمان رضي الله عنه، لا خلى عمرو بن العاص، لا خلى معاوية رضي الله عنه، لا خلى بجاه الصحابة، تمش قدام قبليون لا خلى أنبياء، لا داود عليه السلام، لا سليمان عليه السلام، ما سلم منه موسى عليه السلام الكليم، وديل كلهم ده منهج سيد قطب. تفسير لا إله إلا الله ذاته: لا حاكمية إلا لله، كلام ذاته. لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ديل بجنبه تجي بجاه السودان ترابي، ده من جماعة الإخوان المسلمين، رضيت أبيتهم إنهن، لا خلى عذاب قبر، لا خلى لا خلى لا خلى اشراط ساعه، ده كلهم. وان كان بعضهم يرد عليه، بعضهم يتبرأ منه ويرد عليه، لكن في النهايه تبقى مناهجهم الباطله المنحرفه في لبس الحق بالباطل ومعاداه دعوه التوحيد واهل التوحيد. تمش بها جاي جماعه التبليغ،
ده الموضوع راح امرق والى اخره وتمرق معانا، ده من اكبر اهميات. ونحن ما دارين انك تمرق زي ده، انك تتعلم وتبلغ الدعوه في الاهل وفي الناس. وقال تعالى: قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. بعد ذاك ثاني تنشر الدعوه بين بقيه الناس وتبلغ توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. خليت الجماعات دي كلها، في واحدين دارين صاروا جديد، ده اللي يسمون الشيعه الرافضه، دارين صاروا في البلد دي جديد بغادي وكذي، سب للصحابه وطعن لزوجات، في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، والقرآن محرف عندهم، لعنهم الله قاتلهم الله سبحانه وتعالى، قاتلهم الله. خلي لعنهم الله دي يمكن يتوبوا الله يرحمهم، فدي مسألة من المسائل. ديل بجنبه تامش ديل كلهم تخليهم اي في جماعة بتشبهنا وكنا معاهم خليناهم، وديل اخواننا ما يبردوا الكلام فيهم والله الذي لا اله غيره. ما تقول الشغلة دي وضحت، لسه في ناس ما وضحت لهم. الناس اللي دارين ضرب ليل نهار، هؤلاء الحزبيون ليل نهار، وهم أعداء للسلفية، وإن انتسبوا للسلفية أعداء لها والله الذي رفع السماء. لأن الليلة لما تقرر السلفية وتدعو الناس لعلماء السلفية، هم بيلمزوا بيجاء العلماء بغادي يشكروا لك الساقطين والمنحرفين بجنبه. بعد شوية يظهروا فيهم قادة من قاداتهم، واحد يسب الصحابة، هذا بيجاي وده ما بنسكت منه والله الذي لا إله غيره. شفت جليدهم أصله ما يبرد، إن جلدوا كده ويسخنوا ويكوركوا زي زمان في الإذاعة. هؤلاء شباب ظهروا في فتنة بغادي في الجريف، في واحدين وبيجاي في الجريف وجات فيهم درمانية، واحدين سكنوا في الفتحاب وراحلين برضو ما في أي طريقة. ردم كده دي شفتها حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، تلقاه هناك وبعدين في الجرافة برضو وفي درمان وفي بحري والخرطوم وفي كل مكان، وتحذير ليل نهار دعاة الباطل. ده زول بيسب في الصحابة قاعد لسه وقائد من قادتهم، سب عديل لمعاوية رضي الله عنه وبقية الصحابة. الفتنة وما الفتنة خش فيها ويكرعيه ويديه وبانحراف، والعلماء ناصحوا وبينوا وذكروا وذكروا الحق والأدلة، ومع ذلك هو يصر على باطلي وقاعد في الجماعة. تاني الراس بتاعه ذاته مشى للصوفية في محلهم، مشى لهم هناك مع إمام الحرم، مشى مع إسماعيل عثمان ده محمد مصطفى، بعدين ذاك مشى للكباشية أكلوا سوا، أكلوا هاي قلبوا الرز اليوم ذاك، فأنت وين؟ ما جو شغل الجماعة جو وكذي قلبوا الرز مائدة كبيرة، والله إن شاء الله كانوا مسيسي تمرق لكم من جوا. طب تلعبوا يا اخي، تمشي تاكل مع صوفيه وتجيب بجاي، جاء مرشد السمانيه جاء في البرنامج بتاعه توزيع مصاحف وكذي، هو ده مقتنع بالمصحف. ان سالته قلت له يا سماني ده كتاب الله؟ بقول لك هاي نخش جوا نشوف القران فيه شنو. مما تبدا من الكتاب، اول امر في الكتاب: يا ايها الناس اعبدوا ربكم بسلع عكازه. ده انت بتكرمه، ده بتكرمه ولا تهينه؟ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. تذلهم دل 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 دل. يا أخي زول زول النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل بيمينك، كل بيمينك بيأكل بشماله. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: فقال الرجل: لا أستطيع. فقال له: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. الزول قال له كل بيمينك بياكل بالشمال، قال له لا استطعت. قلت ما بستطيع، لا استطعت، يده تاني ما رفعت فوق، انتهت خلاص. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واحدين افتوا من غير علم، فقال في مساله معينه، فقال: قتلوه قتلهم الله. في سنن ابي داود وذكره الالباني رحمه الله تعالى. ديل تشيد عليهم ولا تبين دعوه الله سبحانه وتعالى، ولا تمشي لهم في محلهم والى اخره وتجيبهم بجاي. وذاك بهذا الجبراوي برضه نحن من زمان من بدري عندنا مع بيوتات الصوفيه وتعاون ضد الخطر الاكبر، خطر الاكبر اكبر من التصوف يا اخي، خطر اكبر اكبر من الصوفيه الموجودين اللي افسدوا عقائد الناس والله الذي لا اله غيره. فلذلك هؤلاء ايضا انحرفوا، شفت جماعه انصار السنه برضه انحرفوا. ده محمد الامين اسماعيل كلام
في الحكام في المنبر، وده مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. واحدين من بره كاتبين منشورات مين ومين ومين ومين، أولاد صغار آيوا من زمان صار سنة معروف بتنصح الحكام في المنابر، ولا ذا سنة متكيفين بجنبه، والله الذي لا إله غيره كاتبين منشورات. فدي كلها مصايب ومخالفة لمنهج السلف وللسلفية وتناقضات. نتعامل مع الأخوان المسلمين، ونتعامل مع السرورية، ونتعامل ونتعامل مع الصوفية، ضد شنو؟ ضد الشيعة. طيب ها السلفيون ودعاة التوحيد ودعاة السنة ديل كيف تدعاون معاهم؟ والله ما يجوا جامعنا ده ذاته، ونحن ما بنتعاون معاك ذاته، انت فتحت لنا الباب، ما بنتعاون معاك حتى تتوب وترجع الى الله تعالى. فنحن نصيحتنا عشان ما الشباب يعرفوا التوحيد والسنه من هنا يقولوا خلاص معناه نحن نازل دريب صح، ثاني نجي منابر صار السنه، لا لا ما تجيون، ديلك ذاته كعبين كل الشغله دي ملخبطه. هنجيكم انتوا والله انا اسمع الحق ومش لا نبقى معاكم تسجيلات، ما في تسجيلات ذاته، نحن شطمش الطبين كلنا شطبونا برا، وفي واحدين ما شطبون خلينا لكنهم برا غايته شغله برا. وانا كانوا في اتصالات بيجيني، عملت محاضرتين، الثالثه جايه قريب ان شاء الله، عملت اثنين ثاني ما في تلفون جاني الحمد لله، الثالثه دي بعد تجي ان شاء الله زول ذاته يمكن ما يلاقيني. وانا لقيت في ناس بتاع اللخبطه، الصوفي ده البرجف هنا الجبرجف ده زي قبيه زي وانصار السنه بتاع المره اللي فاتت ذاك، او التاب ذاك ابو دقن ما اعرفه تابع لانصار السنه ولا لغيره، المهم ذاك المره اللي فاتت سلم علي برا، وين يا شيخنا؟ قال لي سماني، لا قلت له انتوا شيوخنا من باب التواضع يعني، وانا ذاتي ما زول صغير. المهم جيت بقى جوا خش هنا دي نبزني برا هنا دي بس جنب الباب، قال لي وين يا شيخنا؟ خش جوا هنا دي سخن مع مزمل خربه مره واحده، وهذا متأطئ راسه وما تقطع راس يعني فيها شنو؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض شنو؟ هاو ناس بطأطئ راسي ماشي متواضع زي الله يعلم المتواضعين والمنكسرين له سبحانه وتعالى. اسي الصوفي ده ذاته الخشه بيرجف ده والله جيت من هناك قام عليه حلو سلم علينا ذات راسي شطب، انا سبحان الله من نفسي كذي الزول ده استنكرته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: الارواح جنود مجنده، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها شنو؟ اختلف. زولت القرم تاري يسلم عليك تنشرح معه، تشوفه كذي بيسفته يدعب الدس كذي يجي يسلم تنشرح معه، لانه عقيدتك مع عقيدته تمام. ده والله بيتك سيره، وشفت شكله ما طبعا ما ظاهر شيء. بعدين انا شفته لما قام سلم كذي، قلت يا اخي زول سلم نسلم سلم بيجانا، قالوا زول بعد شويه جاني هنا قاعد يطاعن، اها خش على الزول ده مزمل بيتكلم ولا اخونا مازن بيتكلم، خش على الزول ده وقول له كذا. اقول له شنو يا زول عملت؟ قلت له سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر، مشى طوالي وصدق الله من شر الوسواس الخناس، يوسوس تذكر الله بيتخنس طوالي، وان كان هو شيطان رجيم لكن في النهايه بلاوي. بعد خش هنا بقى ضدنا، انا ما اعرف النازل اللخبطه دي سببها شنو، والله الذي لا اله غيره. فلذلك تبقى على التوحيد وعلى السنه وشق الدرب ده حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، واعلم ان هذا دين الله ليس دين فلان او علان والذي شرعه، وانما شرعه الله سبحانه وتعالى، ويمضي بين خلق الله الذين يسخرهم لنشر دعوته. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.